قيل بمنبج مثواه ونائله في الأفق يسأل عمن غيره سألا. هيرابوليس الاسم الروماني لمدينة شهدت عبر التاريخ الكثير من الأحداث المهمة من اضطرابات وازدهار وعمران، وما زالت المدينة تشهد مثل هذه الأحداث حتى وقتنا الحالي. مدينة منبج، تقع المدينة في الشمال الشرقي لمدينة حلب بعدد سكان يتخطى 400,000 نسمة بحسب إحصاء وكالة ويكيبيديا العالمية لعام 2004. تأسست المدينة في القرن الثاني قبل ميلاد السيد المسيح، أي أن عمر المدينة يقارب 4,000 عام، وقد سكنها العرب المسلمون، وكان قبلهم الرومان واليونان، الآراميون والآشوريون. وقد نمت المدينة في عهد الآراميين حيث أصبحت فيما بعد عاصمتهم الدينية. سميت المدينة في عهد الرومان بهيرابوليس، أي المدينة المقدسة، حيث كانت أيضا موطنا للآلهة أترغاتس إله الماء، وقد عرفت فيما بعد باسم منبج. هذا الاسم السورياني الأصل والذي يعني المنبع، ويعود أصول هذا الاسم لوجود عين عظيمة تعرف باسم عين الروم. وهناك قصة أخرى تقول أن اسم المدينة جاء من كلمة ماء بج، أي الماء الذي يخرج من الأرض بقوة لكثرة ما كان بالمدينة من مياه. ومن أعظم آثارها سور المدينة الذي كان يشكل واديا مائيا يدور حولها، والذي ذكر في المراجع، وقلعة نجم الموجودة لوقتنا الحالي، والكثير من اللوحات الفسيفسائية والآثار والذهب التي استخرجت حديثا. وقد ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان فقال: منبج بالفتح ثم السكون، وباء موحدة مكسورة وجيم، وهو بلد قديم وما أظنه إلا روميا. وذكر أن أول من بناها أيضا هو كسرى. دخلها الدين المسيحي في منتصف القرن الثالث الميلادي عن طريق مدينة حلب، وفتحت على يد المسلمين في 15 لهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على يد أبي عبيدة بن الجراح، وكان ذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث أصبحت فيما بعد إمارة حمدانية. ولي عليها الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني لتصبح بعد ذلك أهم المدن في الدولة الحمدانية، فقد كانت المصدر الأهم للحبوب والقطن والصناعات اليدوية المتنوعة كالحصر والسجاد والملابس وصناعة الحرير الطبيعي. وتحولت إلى مركز لإنتاج القطن منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن توسع هذه الزراعة أدى إلى استنزاف مياهها الجوفية حتى أصبحت تعتمد على مياه نهر الفرات. وكما يذكر فقد كانت وظيفة هذه المدينة حربية، حيث كانت من أهم قواعد الجيش الروماني التي كان يغير من خلالها على بلاد ما بين النهرين وفارس. أما في العصر الأموي فقد كانت تابعة لجند قنصرين وحلب، وكانت ثغرا من ثغور الإسلام ضد الروم. ومن أشهر أدباء وشعراء المدينة الشاعر أبي فراس الحمداني والبحتري ودوقلة المنبجي وعمر أبو ريشة، وكان آخرهم الشيخ العلامة محمد ملغزين، حيث ما زالت هذه المدينة وستبقى ولادة للأدباء والشعراء والمثقفين.